غادي نتعرفوا في نفس الوقت المواقف ديال الاخوان ديالنا. غادي نحاول نعطي الكلمه للاستاذ فيصل اللي يتقدم شويه. الدراسه الصحفيه جد هامه، انا غادي نقول لكم الدراسه الصحفيه جد هامه نظرا للسياق وللمنعطف الذي اصبحت تتخذه هذه القضايا. المشكل اللي انت خلقتيه، لاننا حنا دابا كما واحد الجهه كتصور اننا لا ما يمكنناش نعاودوا المباراه وهيبه الدوله والامتحان وحنا مقبل. حنا كنجاوبوك السي ويبي، هيبه الدوله هي انك تحترم الدستور ديال المملكه المغربيه. هيبه الدوله هي انك تحرص على سياده القانون. هيبه الدوله هي ان جميع المواطنين والمواطنات، نساء ورجال، شباب وشيب، يحسوا بالمساواة ما بين فيما بينهم. الوضعية الصحية ديال الإخوان ديالنا حرجة، حنا تنخافوا نفقدوا شي واحد اليوم ولا غدا، وما عرفناش أشنو ممكن نديرو إلا فقدنا شي واحد. راه ما عرفناش أشنو ممكن الخطوات اللي ممكن نمشيو فيها إلا فقدنا أمين ولا عبد الرحيم ولا شي واحد في الإخوان. عافاكم بركة من هذا الصمت، بركة من هذا الصمت القبور، وتحركوا. وأخيرا أقول لكل من يرقص على جراحنا، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تظل الأسود أسودا والكلاب كلاب. لا، عندها صلاحيات تخول لها أن تحاسب المتورطين في هذه المهزلة وفي هذه الفضيحة. كنقولوا هذه المؤسسات عندها جميع الوسائل باش تحقق وباش تخرج بنتائج. أسيدي افتحوا تحقيق وتوجهنا للقضاء ديريكت. ما مشيناش ونضنا كنحتجوا، ماشي شهرين وحنا كنغوتوا، ماشي ما عندنا ما يدار. راه كاين فينا اللي كيكمل الدراسات العليا ديالو، كاين اللي عنده انشغالات، كاين اللي عنده عمل. مرزوق محامي نشيط حقوقي وسياسي، اليوم كنحضروا لهذ الندوه الصحفيه اللي هي تتنظم في اطار التضامن مع ضحايا امتحان المحاماه. فالجميع كيعرف ان هاد الناس هادو دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام. الناس كل يوم واحد منهم تيتحمل المستعجلات من اجل تلقي العلاجات الاوليه. حنا ما بغيناش هذا المشكل يكبر، حنا حضرنا باش نوصلوا رساله ان الحل سهل، الحل ماشي معقد، بجره قلم. هذه مشكله عموميه خاصه قرار عمومي بسيط على مستوى وزاره العدل. هاد الناس هادو يتفتح لهم تحقيق او يدوزوا للشفوي، يدوزوا الامتحان الشفوي بحال الناس اللي دازوا. هو الوزير تيطرح بنفسه انه رفع العدد. شنو المشكل هاد الناس اللي مشاو دوزوا الامتحان مع 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 الاخرين؟ راه كاين 400 كانت ساقطه وهو قال لك رفع العدد. حنا هادشي اللي جينا نوضحوه. السي راه انت تتعترف على ان خرقتي القانون، تتقول خرقتي القانون انك رفعتي العدد، وبالتالي هاد الناس هادو راه هما واخا يبغيو يتنازلوا على الكرامه ديالهم تتفرض عليهم انهم يطالبوا بالحق ديالهم. وحنا في الدوله ديال حقوق الانسان وديال الكرامه ودوله محمد السادس الله يحفظه والله يشافيه الجميع، عنده المؤسسات ديال الدوله وهما تيناجوا مؤسسات الدوله، وتنتمنى من وزير العدل يستمع صوت العقل، صوت الحكمه، وما يخليش المشكل يبدا تكبر، لان المشكل ما حدوش يكبر نقدوا شي روح ديال هاد الناس هادو تمشي تموت، وداك الساعه غنوليو امام جرائم اخرى، لان الناس يطالبوا بالحق ديالهم. تنتمناو المشكل ما يكبرش، تنتمناو هاد الناس هادو ما يفقدوش الحياه ديالهم، وتنتمنى ايجاد حل ودي والناس يدوزوا الامتحان ديالهم، لان مجرد امتحان شفوي يدوزوا له توفقوا ما توفقوش داك الساعه راه هما تمكنوا من ممارسه الحقوق ديالهم. السلام عليكم. اليوم القضيه ديالتنا اصبحت غنيه عن التعريف، هو وجوهنا ايضا لربما حنا كنشجو اليوم كتوضيح للشعب المغربي. راه خاصكم تعرفوا بان هذه القضيه اليوم هي قضيه فساد، هذه القضيه اليوم كتقيس اي واحد فيكم، لاننا انا اليوم كنضحي براسي و15 واحد اليوم كيموتوا لان ولادكم خاصهم غدا فين يطلعوا يديروا شي يدوزوا مباريات ما يلقاوش فيهم ابناء الوزاره ويلقاو فيهم باك صاحبي. وولدك انت واخا يسهر الليل، راه دوزنا لانوي بلانش، سهرنا الليالي، كلينا الكتوبه كليناهم، وفينالمون تتجي تلقى راسك ما غاديش تدوز حيتاش انت في البروموسيون اللي غادي يدوزوا فيها ابناء الوزاره. اليوم خروقات قانونيه بجمله، اليوم طالب القانون تيقول لك فعيدوا الدستور ويخرقه وزير العدل، القانون تتخرق من طرف الوزاره اللي مخول لها انها تشرع، المخول لها انها تعطي القوانين.
راه عيب وعار اننا نخليو 15 ولد 15 واحد من الضحايا ومن الناس اللي بصح هما نزهاء ودوزوا امتحان وكلاو كتبوا الكفاءات ديالهم كتكلم عليهم وتجي تقول لي لا ما غاديش ما غاديش تحرك وتجي تاخذ معاهم صور. ما فهمتش علاش كتاخذوا معاهم صور؟ ما تاخذوش صور، جيو فعلوا. بغينا نشوفوا شي حاجه الحركه ماشي الشعارات وغدا. انا شخصيا فقدت الثقه وكلنا فقدنا الثقه في كل الاحزاب لاننا طرقنا مؤسساتكم واحد 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 واحد، حتى دوك اللي كيدعونا النزاهه وهذوك كلهم جينا طرقنا بابهم ولكن لم يتحركوا من اجل انهم يعطوا لنا واحد يعطوا لنا يديروا لنا لجنة تقصي الحقائق. حتى الحزب ديال نبيلة منيب نسائية وتاتاتا وتوتوتو راه ما داروا لنا حتى شي حاجة. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.